للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي. صباح الخير يا لطفي. صباح الخير. نورنا الصباح العربية من جديد. كأس العالم كل عامين، جدل كبير ورفض أوروبي أمريكي جنوبي، كيف تجد هذا الجدل؟ توافق أم ترفض؟ هلا فكرة تنظيمها كل سنتين حلو، بالعكس نستمتع أكثر. إحنا الآن بعصر السرعة، إحنا مستفيدين بس طبعاً يعني إحنا بدنا نشوف أكثر مباريات ومنافسات، لكن للأسف في معارضة من الاتحاد الأوروبي ومن اتحاد أمريكا الجنوبية. اتحاد أمريكا الجنوبية خرب بطولة كوبا أمريكا أصلاً. اتحاد الأوروبي لازم هو اللي يصدر، يعني اللي عنده 65 دولة من أصل 209 دول تقريباً و11 بيشاركوا بالفيفا، فهو بيفترض أنه بيشكل الثلث وثقل كبير، فلذلك أي قرار بحس أنه هو لازم يصدره عشان الناس توافق عليه. بلاتر رئيس الاتحاد السابق من 20 سنة طرح الفكرة وعادها 2018، وأرسن فينجر مدرب أرسنال السابق طرح الفكرة، جوارديولا مؤيد إلها. هلا إجماع عليها، معظم الناس تجمع لأنه والله كل سنتين فكرة كويسة. ولكن هذا الاقتراح يا لطفي اللي هو سعودي مؤخرا، يعني طبعا هو هلا تبناه ياسر مسح رئيس الاتحاد مؤخرا من سنة ونص أحيا هذه ولكن الفكرة. ولكن ما الجدوى فعليا يعني من أنه ينعمل كل سنتين؟ هل بطولة بهذا الحجم لوجستيا قادرين الدول أنها تعملها كل سنتين؟ وين المشكلة؟ وحيكون لها طابع هذا الوقع؟ يعني ليش تشتق لها؟ إيش المشكلة؟ كل أربع سنين، يعني جيل أربع سنين. هل إحنا بعصر السرعة؟ هل تبجيكي واتساب خمس أسطر تقرأهوش، بدك فويس نوت عشر ثواني؟ بدنا بعصر السرعة نشوف. الجيل الجديد ما بيشوف كرة قدم، تعرفي الجيل الجديد ما بيشوف شيء، بيشوفش تلفزيون. الجيل الجديد على الايباد وعلى وعلى السوشيال ميديا، هذول بدهم ينشدوا ويتفاعلوا مع طيب. هذه الاحداث لانه احداث مهمه جدا. طيب. بالنسبه لاوروبا وامريكا يعني بيقولوا انه ممكن قد ياثر على بطولاتها ويضر باللاعبين. نعم. مدى صحه هذه المعلومه؟ امكانيه التاثير مش وارده بشكل كبير جدا، لكن انه تقام البطوله ممكن، لانه الاولمبياد اربع سنين، امم اوروبا اربع سنين، كاس العالم اربع سنين، لما يصير سنتين بصير عدد بطولات اكثر، بصير التسويق بزيد، الرعايات الحقوق التلفزيونيه، المنافسات، المتعه اكثر، انت بتقدر تشاهد حدث مهم جدا بدل ما تستنى كل اربع سنين تقدر تشوفه كل سنتين، وهذه فرصه، بالعكس فرصه للاجيال الأجيال القادمة هذه أنها تشوف، أنها تهتم أكثر بكرة القدم وتفعلها أكثر. عشان هيك حتى بطولة السوبر اللي كانت طارحينها مجموعة بريز ولابورتا، الاتحاد الأوروبي رفضها، رد قال أنا بقترح بطولة جديدة. طب شو حيصير؟ أيوة، يعني ممكن تتعارض مع الدوري الإنجليزي، تتعارض مع الدوري الإيطالي. ما هو بده يتبرمج هذا الحكي، مش حيجي فجأة. ولكن أنت يمكن عم تتحدث ومروة عم تتحدث نحن من ناحية رياضية، ولكن نعم. جيان أنفنتينو يعني اللي هو يمثل رئيس الفيفا وهو رئيس الفيفا فعليا بيقول إنه الموضوع هو مادي بالنسبة له أكثر مما هو رياضي. اللي هو متهم يعني، هو يتهم إنه أنت بتركز على الجانب المادي، هو مادي مهم ورياضي ايضا. ما انت اذا في عندك دخل اكثر كاتحادات كناس مسؤولين عن الكره، انت حتكون مبسوط اكثر، سعيد اكثر. والبطولات الاخيره اللي تطرح الان شو الهدف منها؟ انه بدي ازيد الفلوس، ازيد الدخل، اريح الانديه بسبب الازمات اللي عم بتصير. كوبا امريكا بالمناسبه كم مره تلخبط برنامجها، وبالاخر الان بيعترضوا. امريكا الشماليه والكونكاكاف والكاريبي هذول بايدوا، امريكا الجنوبيه، اسيا وافريقيا مأيدين للفكره، فكره الطرح السعودي لانها تقام كل سنتين. بالعكس هي اقامتها هي افضل لل طيب فيفا يعني باختصار يقول ان الجماهير توافق، وفي بيان بهذا الشيء. نعم. ولكن في روابط ايضا للمشجعين يرفضون تطبيق هذا النظام، لانه الرابطه تابعه للنادي والنادي اللي بيصرف عليها، فاكيد راح يتوافق على هذا الامر. الجمهور بده يستمتع، ما له علاقه. اللعيبه والرياضيين اللي بيشاركوا طرحوا لك معوقات انه حيكون ارهاق للاعب. لا، ارهاق لاي حدا ما بينظم صح. مدريد العام 65 إصابة لأنه المدرب البدني راح للإنتر، رجع السنة هلا حتقل الإصابات. كل إشي في الحياة ينظم ويكون مبرمج، ما حيصير في مشاكل. يعني نشوف على أرض الواقع سريع، نتمنى نشوفه. بس هو في ثقل، بما أنه الفيفا ضاغطة بهذا الاتجاه، آسيا وأفريقيا ضاغطة بهذا الاتجاه. المهم أصوات الاتحادات، الأعضاء في الاتحاد. نعم. في الفيفا الاتحاد الدولي، هذه هي اللي راح تصوت مش الناس، وإن كان الجمهور السواد الأعظم. نعم. هو مؤيد للفكرة. نعم. نعم. إذن شكرا لك الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي على هذه المعلومات. شكرا. الوافية جدا.